بسم الله الرحمن الرحيم، احبائي الطلاب كي جي 1 الحلوين، اخباركم ايه؟ ايه اخبار الاجازه؟ طبعا الاجازه مش للنوم بس، الاجازه او ممكن نلعب بس لازم برضك نسمع كلام بابا وماما وفي نفس الوقت هنتعلم برضك. احنا طبعا زي ما احنا عارفين يا حلوين حفظنا قران كتير، حفظنا سوره الاخلاص قل هو الله احد، وسوره الناس قل اعوذ برب الناس، وحفظنا مع بعض سوره المسد تبت يدا ابي لهب وتب. انا عارف بتقولوا معايا دلوقتي، برافو عليكم. وحفظنا سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح، وحفظنا كمان سوره جميله على اسم الحيوان الكبير سوره الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النهاردة إن شاء الله هناخد صورة جميلة جدا وصورة سهلة، أنا هقولها كلمة كلمة وهتقولوا ورايا ونحفظها إن شاء الله. يلا قولوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش، سورة قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم، إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا، فليعبدوا رب، رب، رب هذا البيت، رب هذا البيت، الذي، الذي أطعمهم، أطعمهم من جوع، من جوع، وآمنهم، وآمنهم من خوف، من خوف. أحسنتم، سريعا مرة كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.